كل الميزانيه في التورته اللي فاتت. وانا قلت لهم دي عهده وخلوها عشان خاطركم يعني، فنكمل عليه. ما رضيوش ابراهيم المصري، رفض تماما وخد التورته ومشي بيها. لا ماشي، فنمشيهم ناشفين كده يا جماعه، ولا في امل ان احنا نعمل لهم اي حاجه؟ بس يبدو كده ان ايه، في 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 حاجه كده، في حاجه كده، في حاجه كده. وجات التورته الجديده اهي كمان، شكرا. كمان انزل بالكرين يا عم الحاج على التورته، وري الناس التورته. آه ايوه كده، هما ما بيجيبوش الصوره ليه؟ دول ابطالنا اللي انتوا هنا ما جبتوش سكينه. لا في سكينه اهي، الكابتن ياسر لبيب هيقطعها اقل حاجه، وقال عشان التانيين بس خدوا التورته وجريوا بيها. بس كنا عاملين حسابكم، هات التورته وهات السكينه وقطع يا كابتن ياسر، وبنخش بقى نجوم. انتوا الابطال، يلا خش خش خش، خلينا معاك يا خش معانا جيلكم بعدها. بس انتوا عشان هو حقكم، فقرب يا عم الكاميرا عليهم يا عم، خليهم يلا وانا معاكم. كمان واحده، كمان واحده اهي. يلا تحية كبيرة لنجومنا الحقيقة، ألف مبروك ودايما كده إن شاء الله، ومشرفينا. الله يخليك يا كابتن شوبير، نورتونا.